يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم نبينا الآمر الناهي فلا أحد أبر في قولي لا منه ولا نعم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم صل يا ربنا عليه فسبحانك أنت الذي أمرتنا بالصلاة عليه وفي القرآن ومحكم الآيات أثنيت عليه فقلت له ولسوف يعطيك ربك فترضى وإنك لعلى خلق عظيم وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها السادة، في هذه الليلة الكريمة ما اجتمعنا ها هنا إلا لوصية نبينا الذي قال من عز أخاه المسلم طوقه الله بحلة من حلل الكرامة يوم القيامة، وكما قال نبينا المصطفى لا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذووه. أيها السادة، اجتمعنا على مائدة القرآن لنتلو آيات القرآن لتكريم رجل من أهل القرآن الذين قال عنهم نبينا المصطفى العدنان إن لله أهلين من الناس. قيل من هم يا رسول الله؟ قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. كان من أهل القرآن وداعيا إلى الرحمن وفارسا من فرسان الكلمة وفارسا من فرسان المنابر، ممن قال عنهم ربنا ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، فضيلة الشيخ محمود أحسن أحمد حسن عامر مشاركين نجله الكريم، المهندس محمد محمود أحمد حسن عامر، والمعلم سيد محمود أحمد حسن عامر، والمهندس أحمد محمود حسن عامر، والأسطى شعبان أبو عامر، والحاج فتحي أبو عامر. وجاء أهل القرآن أيضا ليشاركون الحاج محمد عوض أبو سنة الذي عرف بأجهزته الصوتية وبأخلاقه العالية خادما لمجالس القرآن بكل مكان. أيها السادة، شرفنا القارئ العلم الإذاعي الكبير الشيخ محمود ممدوح جودة سعد ابن قرية الرية رزنة، والذي ارتقى منصة التلاوة. كذلك شرفنا الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن ابن قرية بهن باي، والذي نسعد به في الجمعة والفجر. كذلك شرفنا أيضا الشيخ محمد حسن المهدي علم التلاوة بمصر والعالم الإسلامي، كما شرفنا الشيخ محمد وجيه ديوان والشيخ محمد محمد السلكاوي نجل الإذاعي الكبير. لنبدأ جمعنا هذا أيها السادة
باستماعنا لصاحب الصوت الندي، صاحب الصوت الكروان، قوي الصرخات، جميل المقامات، فضيلة القارئ الشيخ ممدوح جودة سعد، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. والله أنزل من السماء
لبنا خالصا سائغا للشاربين بسم الله الرحمن الرحيم وما إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة وهدى ورحمة لقوم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون
نسقيكم مما
فاسلكي سبل ربك ذللا Thank you.
والله
معنا جميعا والراح الكريم في الجنة يا رب. الله يفتح عليك. والله خلقكم ثم يتوفاكم فبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم ورزقكم من الطيبات
أوصانا نبينا صلى الله عليه وسلم فقال إن من أخير الناس تلاوة للقرآن من إذا سمعته يقرأ القرآن حسبته يخشى الله. وأوصى المصطفى صلى الله عليه وسلم قال زينوا أصواتكم بالقرآن، وقال ما أذن الله لشيء مثل ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجر به. السورة سورة النحل، والقارئ كان أحلى من العسل بصوته الندي وأدائه الشجي، فضيلة القارئ الوفي والعلم الإذاعي والنجم الشرقاوي فضيلة الشيخ ممدوح جودة سعد ابن قرية الرية رزنا مركز الزقازير. نشكر الى فضيلتي والى حضراتكم جميعا باسم السيد المهندس محمد محمود احمد حسن عامر واخوته الاكرمين المعلم سيد محمود احمد حسن عامر والمهندس احمد محمود حسن عامر، وايضا باسم الاسطى شعبان احمد حسن عامر والحاج فتحي ابو عامر. واشكر للجميع ايضا باسم من جاء اهل القرآن بدعوته متنافسين متسابقين لاداء الواجب اليه ولكرم خلقه الحاج محمد عوض ابو سنة عميد الصوتيات والمحافل القرآنية بجمهورية مصر العربية. نشكر ايضا لصاحب الفراشة الحاج ابو الغيط البشنيني، والى الهندسة الكهربائية الحاج رضا رمضان بالزهيرة، والى مقدم الضيافة سامي طه ابو سنة بالزهيرة، ولمخرجنا وعمدة مصور الحفلات القرآنية ناصر صلاح. الشكر ايضا لكل من شرف الليلة من اهالي الزهيرة وقرى الجوار، وخص ابناء الفراشة والصحاب الصوتيات والانارات والضيافات والكاميرات كل من شرف هاهنا الليله.